صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية، يوم جديد وبداية أسبوع جديدة، وأكيد تمنياتنا لنا ولكم بهذا النهار وبداية هذا الأسبوع يحمل كل شيء حلو لنا، وبكرة كمان يحمل لنا الأشياء اللي بنحبها بحياتنا، وأكيد نكون محاطين بالناس الإيجابيين والابتسامة الحلوة اللي دائما هي سلاحنا بهي الأيام الصعبة اللي عم تمرق علينا، ودائما نقول الأمل ببكرة يا رب جبران الخاطر والرزق الكريم للجميع. مشوارنا الصباحي بلش معكم، واكيد مثل ما تعودنا ضيوفنا من مجالات مختلفه، واكيد تقاريرنا من المحافظات السوريه. بتصبح عليكي هايدي، صباح الخير. يسعد صباحك يا رشا، ويسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبه وراحه البال. صباح الابتسامه يلي على طول بنطلع عليكم فيها بصباحاتنا لنبدا يومنا بكل الطاقه والايجابيه. يمكن بعض الاشخاص بيقولوا بيتساءل يا ترى انا كيف قادر ابتسم وأنا عم بمرق بظروف صعبة ومشاكل وهموم بحياتي، لكن بالحقيقة هدول الأشخاص ما تخلونا نحكم عليهم لو كانوا عم يبتسموا أو كانوا عم يضحكوا إنه هنون سعيدين وما عندهم مشاكل بحياتهم، لأنه هذا الإنسان بالواقع قدر يتعامل مع أحزانه بكل صبر وإيمان، وإنه ما في شيء بيبقى على حاله، فلأنه السعادة قرار، أنتوا أصحاب هذا القرار، وأنتوا يلي بتحددوا كيف رح تكملوا حياتكم. إن شاء الله أيامكم الجاية مشاهدينا تحملكم كل الخير والتوفيق. فاصل صغير ومنبدأ. دائما المحافظات السورية بتتميز كل منطقة، مثل ما شفنا هايدي بالفاصل، شفنا طرطوس، شفنا شوارع الشام القديمة. بدنا نقول الله يحمي كل المدن السورية وتكون الأيام الجاية حلوة علينا. وقبل ما نبلش مساحاتنا الصباحية ونستقبل ضيوفنا، خلونا نروح لنشوف ذاكرة الأيام وأهم التواريخ اللي تسجلت بمثل هذا اليوم. كل يوم تتوالد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. اليوم بـ 12 آب خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1888، بيرتا بينز زوجة المخترع الألماني كارل بينز تصبح أول إنسانة تقوم بجولة بالسيارة ذات المحرك البخاري في التاريخ. وبعام 1928 بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من مدينة نيويورك ولمدة ساعتين في 3 أيام في الأسبوع. بعام 1981 ظهور الحاسب الشخصي من قبل شركة IBM. وبعام 2000 غرق الغواصة الروسية K-141 كورسيك. وبعام 2016 عالم الأحياء الدنماركي يوليوس نيلسون ينشر بحثه الذي يؤكد بأن قرش غرينلاند هو أطول الفقاريات عمراً، إذ أن متوسط حياة الفرد منها يصل إلى نحو 400 عام. بعام 2018 وكالة ناسا تطلق مسبار باركر نحو الشمس لدراسة هالتها الخارجية. هي كانت أبرز الأحداث يلي صارت بتاريخ 12 آب. نهاركم سعيد. وأكيد من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم، ومجموعة من المعلومات الغريبة والمميزة يمكن منعرفها أو عم نتعرف عليها للمرة الأولى. خلونا نتابع سوا بالتقرير التالي. هل تعلم أن الشوفان يعتبر من أفضل الحبوب التي يمكن أن تقدمها لجسمك؟ إنها حبوب كاملة خالية من الجلوتين ومصدر كبير للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الهامة، وأن الفوائد الصحية للشوفان تشمل على الحد من مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وخفض مستويات الكوليسترول، حيث يقلل استهلاك الشوفان بشكل كبير من إجمالي الكوليسترول وتركيزات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة دون آثار ضارة على كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة أو تركيزات الدهون الثلاثية. كما أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف مثل الحبوب الكاملة أي الشوفان يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الكولون والمستقيم،
حيث خلص الباحثون إلى أن تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية وخاصة ألياف الحبوب والحبوب الكاملة كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان. ويعمل الشوفان والحبوب الكاملة بشكل عام على إعطاء نفس فعالية تناول الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. كما لعب الشوفان دوراً كبيراً في فقدان الوزن من خلال تحسين عملية الشعور بالامتلاء، وبالتالي تشعر بالشبع لفترة أطول، فضلاً عن منح الجسم جودة النظام الغذائي وتحسين الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية العامة. وبأول تقاريرنا بصباحنا لليوم حنروح للحسكة، وتحديدا لجمعية ود الخيرية اللي بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تفتتح مركز تواصل لذوي الإعاقة السمعية وسط مدينة الحسكة. تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. جمعية ود الخيرية بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تفتتح مركز تواصل لذوي الإعاقة السمعية وسط مدينة الحسكة. محافظ الحسكة لؤي صيوح بين خلال الافتتاح إن هذا المركز يؤكد على إصرار أبناء محافظة الحسكة على إيجاد البدائل وعدم الاستسلام للظروف. نحن كان في عنا مركز صم وبكم في محافظة الحسكة ولكن تم الاستيلاء عليه. نحن بناء على ذلك يعني وجهنا الجمعيات وجهنا الشؤون الاجتماعية والأعمال أن توجد مركز ثاني لاستيعاب هؤلاء الناس ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم وإيجاد المدربين حتى يعني يتعاملوا معي بشكل علمي وتقني ومهني، أيضا ليكونوا مبدعين بالمجتمع، ما يحسوا حالين هنون عالية على المجتمع أبدا لا. مركز تواصل يكتسب أهميته كونه الوحيد في المنطقة الشرقية، حيث يستهدف أكثر من 40 طفلا من ذوي الإعاقة السمعية، وسيتم تعليم الأطفال وفق المناهج المعتمدة من قبل وزارة التربية السورية. المركز يستهدف 40 طالب من ذوي الإعاقة السمعية من عمر 5 إلى 9 سنوات. المركز راح يقدم لهم تعليم طبعا وفق المنهاج الوزاري للتربية، كما راح يقدم قرطاسية كاملة طيلة أيام السنة. طبعا المركز هذا هو عبارة عن مركز الإعاقة السمعية، تم تمويله من الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية، برنامج منح الجمعيات بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. طبعا البرنامج دعم الجمعيات هو تقدم له أكثر من جمعية وتم تمويل هذا المركز. المركز بديل عن المركز الذي استولت عليه ميليشيا قسد، هو المركز الوحيد في المحافظات الشرقية يعنى بالأطفال ذوي الإعاقة السمعية من عمر 5 سنوات إلى 9 سنوات. قدرنا أن ندخل الطالب أو الطفل المعاق سمعيا بالمجتمع اللي هو العايش فيه. يعني تواصل سيكون بمثابة بديل عن المركز الحكومي الذي استولت عليه ميليشيا قسد الانفصالية وحولته إلى مقر عسكري وحرمت عشرات الطلاب المعاقين سمعيا من إتمام تعليمهم. أحمد الحمدوش لإخبارية السورية، الحسكة. صباحكم خير وصحة من جديد. اليوم ضمن الفقرة الطبية رح نحكي عن موضوع بهم كتير من الناس، وتحديدا الأشخاص يلي عندهم مشاكل بالأسنان إما لسبب التقدم بالعمر أو تعرضهم لمواقف فقدوا فيها بعض أسنانهم، يمكن صار عندهم صعوبة بالكلام أو تناول الطعام. وبما أنه كلياتنا منحب أنه تكون ابتسامتنا حلوة، لازم نفتش على حلول مناسبة لمشكلتنا، وأكيد يرشال حلول كتيرة وعديدة طب الأسنان ومن زراعة الأسنان. أكيد يعني صارت في تطور كتير كبير بعالم الأسنان خلينا نقول التجميلي، ولكن اليوم موضوعنا طبي تجميلي. اليوم بدنا نحكي عن زراعة الأسنان وهي تعويض للأسنان المفقودة بالفم. يعني طبيا دائما بيقول طبيب الأسنان أنه هو الحل الأول عند أي مريض
غير الشائع بين الناس أنه نحن بحالة إسعافية أو هو الحل الأخير لأن نروح بموضوع زراعة الأسنان. رح نضوي أكثر على هذا الموضوع ما بين السلبيات والإيجابيات وآلية العمل وأيضا المحاذير خلال عملية زراعة الأسنان. وضيفنا لليوم هو الدكتور محمد ثابت مراد، أخصائي تقويم أسنان وفكين. يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، يمكن بيصير عند بعض الناس إشكاليات أنه زراعة الأسنان ممكن تكون عملية صعبة، ممكن تكون مؤلمة، أنا ممكن من خلال أفقد بعض أسناني الدائمة. طيب خلينا بالبداية قبل ما نفوت بتفاصيل الموضوع نعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بزراعة الأسنان. هلا زراعة الأسنان هي وضع، طبعا الزرعة هي بتكون مادة معدنية، يعني هي جزء معدني مصنوع من التيتانيوم بيتم وضعه بالعظم. طبعا هو بشكل قاعدة أو الأساس اللي بدنا نركب عليه السن بعدين بعد عملية اندماج الزرعة بالعظم ونجاحها. طبعا هالشي بياخد وقت. طبعا نحن من خلال زراعة الأسنان نعوض عن الأسنان المفقودة سواء كانت سن واحد أو أكثر من سن. مع اختلاف الأسنان المفقودة نحن في آلية لهالموضوع هذا بحيث أنه الزرعة الواحدة ممكن تعوض عن سن واحد، بينما إذا بدنا أكثر من سن بدنا أكثر من زرعة. هلا نحن عملية زراعة الأسنان عملية بسيطة، مو مثل ما كل العالم بتخاف أو بتفكر، يعني هي تعتبر جراحة بسيطة بنقوم فيها بالعيادة، التخدير فيها بيكون موضعي. طبعا طالما في تخدير فالمريض ما حيحس بأي شيء، يعني بيتم فيها أول شيء عملية فتح للثة أو شق للثة وتحضير العظم لوضع الزرعة، وبعدين بنحط الزرعة نحن بالعظم. طبعا ما بيصير تنحط باللثة أو بالأنسجة. تستغرق في وقت للشفاء، شفاء الزرعة، يعني في عنا نحن وضع الزرعة بيتم بجلسة واحدة والتعويض بيتم بعدين خلال أكثر من جلسة، طبعا مو كتير، يعني جلستين أو ثلاثة بيتم فيها فتح مكان الزرعة ووضع الجزء الخارجي اللي هو اللي بدأ يمثلنا السن المفقود أو الجزء اللي بنركب عليه السن المفقود. طيب حكيم، عم نحكي عن آلية زراعة الأسنان، اليوم الناس بتخوف، يعني في القصة يعني فوبيا من طبيب الأسنان بشكل عام، يعني فاليوم نحن عم نحكي عن جراحة أحياناً عم تضطروا لتخدير عام غير التخدير الموضعي أو لا؟ هلا بالنسبة لزراعة الأسنان نادرا ما تحتاج لتخدير عام، ومثل ما قلت انه بتكون ضمن العيادة جراحة صغرى تخدير موضعي، وان شاء الله يعني اغلب الحالات ما بتعتاز لهالتعقيدات هي، يعني ما بيكون. ذكرت انه انت في تجهيز، ولكن احنا بنعرف انه ممكن تاخذ اشهر، يعني طبعا لترميم العظم للتجهيز. طبعا الفتره بتكون لترميم العظم واندماج الزرعه بالعظم، ولحتى تكون جاهزه لاستقبال الاسنان ويصير عليها اطباق او يتم تحميل الاسنان عليها. تمام دكتور محمد، يعني خلال خبرتك بهذا المجال خلينا نحكي اليوم في أشخاص هنون مو قادرين يلجأوا لهذا العلاج، ربما عندهم مشاكل معينة، ربما مصابين بأمراض هنون ما بيقدروا يلجأوا اليوم لزراعة الأسنان، أم الكل قادر أنه يختار هذا العلاج؟ زراعة الأسنان في إلى جانب اقتصادي، يعني في إلى تكلفة عالية، فبعض الأشخاص ممكن تبتعد عن الزراعة بسبب تكلفتها المادية إذا في شيء صحي مثلا. تمام. هلا بالنسبة الأمور الصحية، طبعا في عالم اللي في عنا نحن أغلب العالم ببلادنا ما بتزور طبيب الأسنان أو ما بتلجأ لتروح لعند دكتور وتحل مشاكلها إلا لتكون تأخرت كتير بالحالة وصار وضعها سيء. طبعا هالشيء هذا بيؤدي لخسارة السن. طبعا نحن بالأساس لازم ما نلجأ للزراعة، نحن في حال حافظنا على أسناننا ما مضطر نقوم بزراعة الأسنان لأنه أسناننا ممكن تكون سليمة وما ما خسرناها لسه. هلا تراجع يعني تاخر بالحاله طبعا بينتخر السن ونقوم بتصليحه اكثر من مره، وممكن نخسر السن وما نقوم بالتعويض عنه باحد الطرق العلاجيه اللي احدها زراعه الاسنان. فنحن هذا الشيء بيؤدي لخساره العظم، طبعا اذا ما كان عندنا عظم ما فينا نحط الزرعه نحن، او بيؤدي لزياده تكلفه الموضوع وزياده صعوبه الاجراء
بحيث نحن صار بدنا طقوم عظميه، صار في عنا اجراء اكثر تعقيد، ممكن نحن نكون الزرعه تبعنا تاثر على المناطق التشريحيه او العصبيه اللي موجوده بالفكين، فهذا الشيء ممكن ياثر على الزراعه. والناحيه الثانيه بعض الامراض العامه اللي عند الناس، ممكن مثل السكري اللي بيؤدي لهشاشه بالعظم، او ممكن بعض السيدات عندهم تاخر عندهم كمان يعني السيدات الكبار بالعمر كمان، او الحوامل مثلا ممكن هلا الحوامل ما بيأثر كثير، ما بتأثر هالموضوع على موضوع الجراحه، ممكن موضوع الحامل بيأثر عليه التخدير اللي بيكون بالعياده اكثر. الأشخاص اللي عندهم مشكلة قلبية حكيم كمان احنا فينا ندمجهم بالأشخاص يعني عنده شوية محاذير أثناء عملية الزرع؟ تمام. هلأ بالنسبة للأمراض العامة مثل الأمراض القلبية ما بتأثر على زراعة الأسنان، وإنما ممكن موضوع التخدير يأثر عليهم، لأن التخدير بالعيادة بيحتوي على الأدرينالين اللي ممكن يأثر عليهم مضاعفات تانية. طبعا مثل موضوع الضغط كمان عند العالم، والسكري اللي حكينا انه بيسبب هشاشه بالعظام وبيسبب زياده بالانتانات، او في فرصه ليصير في عندنا فشل للزرعه. طيب خلينا نوضح اكثر، كم جلسه اليوم بيحتاج المريض لحتى يزرع الاسنان؟ بيقولوا لك في بعض الاشخاص بيتخوفوا انه ممكن يدخلوا لعند دكتور الاسنان يطولوا ممكن ساعتين ثلاثه. طب خلينا نوضح اليوم اذا نحن بدنا نزرع سن او اثنين قديش ممكن ياخذ معنا وقت؟ عمليه زراعه الاسنان تحتاج لجلسه واحده اللي هي هذا القسم الجراحي منها واللي بنقوم فيه اول شيء. بالنسبة للجلسات الثانية حتكون جلسات تعويضية، ممكن جلستين أو ثلاثة يعني كحد أقصى. طيب حكيم، ما بين السلبيات والإيجابيات، نحن إيجابية نحن بنعرف إنه اليوم نحن عم نحكي بموضوع طبي تعويضي للأسنان المفقودة وتجميلي بنفس الوقت، ولكن بعض السلبيات بعد إجراء عملية الزرع هل هي ممكن تستمر طول العمر إذا كان في اهتمام من المريض بأسنانه؟ هل ممكن يصير ألم بيرافق المريض أو بس يعني فترة استشفاء وبعدها إنه بيرجع لحياته الطبيعية؟ هلا بالنسبه للالم اللي بيصير، ممكن يصير يعني الم بسيط محمول طبعا لمده اسبوع بعد اجراء الجراحه، طبعا بيكون المريض هون مغطى بالادويه المناسبه المسكنات. اي مشكله ممكن تصير بعدين، هي ممكن اي مشكله او الم بعد هالفتره هي ممكن تكون دليل على وجود مشكله معينه. مثل شو حكيم يعني؟ ممكن التهاب حول مكان الزرعه او بالانسجه الداعمه المحيطه من عظم او لسه حوالين الزرعه. طبعا لازم مراجعه الطبيب، اغلب الحالات ما بصير عندهم اي الم. بالنسبه لل خراجات ممكن يكون علاقه ايضا بال هلا نحن طبعا اكيد تاخر بالنسبه للتعويض. سالتيني كمان على التعويض، التعويض اللي بيتم سلبيات التعويض اللي بيتم فوق الزرعات. بالنسبه للتعويض اللي بيكون فوق الزرعات، طبعا تاخر الحاله بياثر كثير على عمليه التعويض. يعني احنا كل ما كان عندنا تراجع بالعظم صار التعويض بده يكون اكبر حجم، بده يعوض عن نسج داعمه من عظم ولسه. طبعا هذا الشيء ممكن يسبب مشاكل عند المريض من تجميع اكل ومشاكل ثانيه ممكن احنا نقدر نتلافاها من خلال الدقه بالتعويض والعمل. طبعا بس اغلب الحالات المتاخره بيصير عندها هيك يعني هيك اعراض. هلا بالنسبه للسلبيات الثانيه، ممكن اهتمام المريض، الابتعاد عن التدخين، كلها هي عوامل بتساعدنا بنجاح الزرعه ونجاح التعويض اللي بده يكون فوقها. لانه اغلب اللي عندهم مشاكل بخساره الاسنان بيكونوا من المدخنين، لهيك خسروا اسنانهم، وهالشيء هذا بياثر على الزرعات. طبعا اهتمام المريض بالدرجه الاولى هو اللي بيؤدي لنجاح العمليه. تمام. طيب دكتور، خلينا لسه نوضح اكثر، شو هي الشروط المفروض انه المريض يلتزم فيها قبل عمليه الزرع وبعد عمليه الزرع؟ بالنسبة هلا نحن المريض مطلوب منه الالتزام بالتعليمات اللي بيعطيها الطبيب بعد عملية الزرع، الالتزام بالأدوية اللي بيوصف له اياها الطبيب. طبعا ما بصير المريض كمان ياخذ أدوية من عنده او يعني
يكون عم ياخذ مضادات التهاب. كثير شائع عندنا انه نحن دواء الالتهاب، يعني شو ما صار المشكله عند المريض بياخذ دواء التهاب. ثلاث حبات دكتور سيتامول وثلاث حبات هذول بكل بيت بتلاقيهم. اي تمام. موضوع الدواء كثير مهم لانه هو بيسيطر لنا على الانتان وبيسبب يعني بيؤدي لنجاح عمليه الزراعه. طبعا التعليمات اللي بتكون، في تعليمات خاصه بعد العمليه مباشره، وفي تعليمات بتكون خلال فتره شفاء الزرعات. مثل ما حكينا الموضوع التدخين كثير سلبي وبيأثر على موضوع نجاح الزرعه. ممكن نحن يكون عندنا يعني لازم نخلق بتم بيئه صحيه، بيئه فمويه صحيه بنقول، لحتى نحن نكون يعني يكون في شفاء اسرع ويتمتع المريض بصحه فمويه جيده، هذا كله بيساعده على شفاء الزرعه. طيب حكيم، ليش دائما من الشائع انه زراعه الاسنان يعني طبيا هي الحل الاول عندكم، اما بالموضوع الشائع فالناس مثل ما قلنا بتروح بحاله اسعافيه، يعني ليه دائما الناس بتتخوف او ما بنقول بتتخوف انه بتاجل هذا الموضوع انه بكير عليه؟ واليوم يعني الاسعار يعني ممكن هي احد السلبيات او اكثر السلبيات بموضوع زراعه الاسنان. طبعا موضوع زراعه الاسنان بحافظ لنا على الاسنان اللي عند المريض. طبعا في حالات ممكن المريض يكون خسران كل اسنانه او خسران كل اسنان بجهه معينه، فما فينا نلجا لموضوع غير الزراعه. طبعا الحلول التعويضيه الثانيه بتكون حلول متحركه، يعني بدلات متحركه. كثير اشخاص بترفض فكره البدله المتحركه خاصه اذا كان بعمر صغير، يعني تماما الاعمار الصغيره رافضه لهالموضوع هذا، وحتى الاعمار الكبيره احيانا يعني المشاكل الصحيه اللي بتصير عندها بتفرض عليها انه هي ما لها قدرانه تتحمل موضوع شيء معين، ممكن مرض عصبي، ممكن موضوع تراجع العظم الشديد ما عاد تثبت البدله عنده، فنحن اجباري بنلجا لحل مثل زراعه الاسنان. هلا ما في عندنا يعني زراعه الاسنان كثير مهمة، يعني لازم نحن عندنا الجانب الاقتصادي بيلعب كثير دور كبير بموضوع الزراعة. نعم. بس هي أحد الحلول الأسلم يعني. تمام. تمام دكتور، قد ايه مهم اليوم نحن قبل ما نقوم بهذا العلاج نحن نشيك على أمور اللثة، نعرف إذا هي سليمة، إذا فيها التهابات، خلينا نوضح هذا الموضوع. تمام. هلا نحن لسه هي مرآة للعظم اللي تحتها اللي نحن بنحط فيه الزرعه تبعنا، فنحن موضوع التهاب اللثه له عده جوانب. لازم تنظيف الاسنان بشكل مستمر بعد الاكل، لازم ما يكون في عندنا نزف او احمرار باللثه. طبعا هي كلها مؤشرات بتدلنا انه لازم نراجع طبيب الاسنان ونعرف سبب الاحمرار او تراجع اللثه او النزف اللي عم بيصير. طبعا مؤشر لسلامة العظم هو مستوى اللثة، بس يصير عندنا تراجع باللثة سواء من خلال رض، من تفريش الأسنان، سواء من مرض معين، سواء من أي مشكلة، نخور، أحيانا نخور أو تركيبات سيئة أهمل المريض، ويعني طبعا بتساوي عندنا تراجع وبتؤدي بعدين لخساره العظم. كل هاي الامور لازم نحن ننتبه عليها، من تفريش الاسنان، الغراغر اللي بيوصفها الطبيب. طبعا ما بصير كمان نحن ناخذ غراغر بدون استشاره الطبيب لانه هي بتحوي على مواد كيماويه ممكن تاثر على اللثه والاسنان. طيب حكيم، ذكرت حضرتك تراجع اللثه اللي بتؤدي لتراجع العظم. هلا مبدئيا فينا نكون او ندرج الموضوع الوراثي ببنيه الاسنان، نشوف نحن اطفال باعمار كثير صغيره عندهم تراجع باللثه، ترجع للمورثات بيقولوا انه عنده هو بنيه الاسنان عنده كثير ضعيفه. في حال كانت القصه وراثيه او في حال اليوم في زرعه او اللثه كثير يعني تعبانه، اليوم شو الاجراءات الطبيه اللي ممكن حضرتك تشتغل عليها؟ تمام. هلا تراجع اللثه له عده اسباب، اول شيء بدنا نعرف سبب تراجع اللثه. طبعا في احد الاسباب هو سبب وراثي. طبعا في حال نحن ما كان عندنا اي مشكله بالاسنان، كانت الصحه الفمويه كثير جيده، المريض بيعتني بصحة ونظافة أسنانه، طبعاً فنحن نتجه لأنه يكون السبب هو سبب وراثي. الأسباب الثانية ممكن تكون نخور بالأسنان، عدم إهمال لتنظيف الأسنان وتجمع الأكل والكلس أو الجير اللي نحن بنقول عنه أو القلح.
طبعا احيانا بيكون تفريش الزائد او الجائر بطريقه غير صحيحه هو السبب لتراجع اللثه. كل هاي العوامل بتؤدي لتراجع اللثه. اللثه هي البيئه الحاضنه للسن، يعني هي اللي بتحدد لنا صحه السن وعمر السن قد ايه بده يعيش معنا. كل ما كان نحن عندنا النسج الداعمه سليمة كل ما عاشت الأسنان معنا أكثر. تمام. قبل ما نحكي عن العلاجات خلينا نوضح دكتور شو سبب اليوم سقوط زرعة الأسنان عند بعض الأشخاص أو فشلها؟ هلأ في عنا نوعين لسقوط الزرعات. في عنا سقوط زرعات بيصير مباشرة بعد عملية الزرع، طبعا هذا سببه فشل، يعني فشل سريع للزرعة. طبعا بده يكون عندنا حاصل انتان معين او مشكلة اثناء عملية الزرع، هي ممكن تؤدي لفشل الاسنان، فشل الزرعة السنية. طبعا الفشل الثاني بيكون بعد تعويض السن وبعد تركيب السن، هون نحن بنكون بتكون الزرعة تبعنا كان نجحت وسبب الفشل هو التعويض اللي بدنا نحطه فوق الزرعة، التعويض السن اللي بنركبه فوق الزرعة. طيب حكيم قبل ما نروح للنصائح الأخيرة يمكن أول شغلي بيسألك إياها المريض فيني أكل؟ إيمت فيني أكل صح؟ إيمت فيني أكل؟ إيمت فيني أشرب؟ أكيد في مدة اليوم، خلينا نروح هيك بنصائح عامة اليوم إن كان بموضوع زراعة الأسنان وكان بالصحة الفموية اللي ممكن تخلينا نقول الوقاية تمنعنا أو تأجل زيارتنا لطبيب الأسنان، قد إيه اليوم مهم إنه يكون في تشيك دوري للأسنان؟ هلا الزيارات الدوريه كثير مهمه. طبعا كل ما كان زياره المريض للطبيب ابكر كل ما كان الحل ابسط وكل ما كانت التكلفه عليه اقل. طبعا هذا الشيء كثير بيهملوه العالم عندنا ببلادنا انه نحن بنتاخر كثير بناخذ دواء، صار عندنا اي مشكله ما بنراجع الطبيب، يعني بنهمل الموضوع هذا. ممكن يكون في جانب اقتصادي للموضوع وفي ممكن يكون خوف من طبيب الاسنان، خوف من فكره حكيم. التخدير، الابره، ممكن الاصوات اللي بتكون ضمن العياده، كثير في عوامل بتاثر على المريض. شخصيا اليوم اي حدا بفوت لعياده دكتور الاسنان بيتاثر بشكل نفسي كثير كبير. هلا طبعا اكيد اللي ما بيكون يعني ممكن تكون تجارب سيئه بمرحله الطفوله او خوف. في انا شفت دراسه انه نسبه كثير كبيره، يعني نسبه 80% من الاطفال بخافوا من موضوع الابره وموضوع دكتور اسنان، يعني عملوا احصائيه فطلع انه نسبه الخوف عندهم كثير كبيره. طبعا الطفل اذا ما جرب ما كان عنده تجربة جيدة مع دكتور أسنان قدر أنه يستوعبه ويخفف عنه الألم ويتعامل معه بطريقة صحيحة، فما حيكون عنده ردة الفعل سيئة تجاه إذا كان تعامل معه بطريقة منيحة حيكون عنده ردة فعل إيجابية. في حال تعامل معه بطريقة سيئة أو كان في تجربة سيئة عند الطفل حيأثر عليه ممكن مدى الحياة ويسبب له مشاكل ممكن تكون حلها بسيط وهو يقوم بإهماله ويخسر أسنانه ويلجأ لزراعة الأسنان أو غيره. أكيد دكتور بالختام بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لوجودك معنا دكتور محمد ثابت مراد اختصاصي تقويم أسنان وفكين. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا حكيم وصباحك حلو على طول. شكرا لكل المعلومات اللي ذكرتها. شكرا لكم يعطيكم العافية. أما نحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية وقبل ما نروح لنستقبل ثاني ضيوفنا خلونا نروح لاستديو الأخبار ونكون بموجز لأهم الأخبار السياسية والمحلية والدولية مع زميلتنا شيرين مصطفى. يسعد صباحك يا شيرين. صباح الخير رشا. صباح الخير هايدي. مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. استشهد عدد من العسكريين وأصيب آخرون بجروح جراء هجوم إرهابي استهدف حافلتهم جنوب شرق دير الزور. مصدر عسكري ذكر أن مجموعة إرهابية استهدفت حافلة عسكرية مساء أمس في البادية على الطريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين.
أعلن القائم بعمل مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بيليونسكي أن روسيا طالبت عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن في 17 من آب حول إمدادات الأسلحة الغربية في أوكرانيا. وكتب بيليونسكي على تليجرام: على ضوء الإمدادات المتزايدة بالأسلحة الغربية لنظام كييف الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها، طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 من آب. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طول كرم بالضفة الغربية. مصادر طبية قالت إن الشاب محمود جراد استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر، إضافة إلى إصابة 4 شبان آخرين أحدهم بحالة خطيرة. وفي خبرنا الأخير، نفذت القوى الأمنية العراقية 5 عمليات نوعية في غربي الأنبار أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا. وبحسب مسؤولين عسكريين عراقيين، قد تم العثور خلال هذه العمليات على عتاد وعبوات ناسفة تعود لتنظيم داعش الإرهابي. إلى ذلك أكد المسؤولون أنه تم تطهير عدد من المناطق المهمة عبر هذه العمليات، والتي تعتبر مراكز حساسة تمس أمن الأنبار ومواطنيها، وقتل خلالها 14 إرهابيا. ختام الموجز، والآن نعود إليك رشا. شكرا لك شيرين، وباقي نهار حلو لك أكيد. ونحن مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية. وقبل ما نستقبل ضيوفنا، تعودنا كل نهار سبت نروح لنعرف أكثر عن أحوال الطقس، وبلشت يعني تولع هذا الأسبوع. أكيد رشا، خلينا نعرف أكثر عن الموضوع باتصال هاتفي مع الأستاذ حسان الجردي لنتعرف على أحوال الطقس. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخيرات. يسعد صباحك استاذ. بالفتره الماضيه شفنا في ارتفاع كبير لدرجات الحراره، خلينا نوضح اليوم كيف عم تكون احوال الطقس، كيف عم تكون درجات الحراره بمحافظاتنا السوريه، وهل رح نشهد نحن مرتفعات بالايام القادمه؟ هلا بدايه صباح الخير بنستيد اليك لزميلتك الاخباريه. مثل ما ذكرتي، احنا هلا ضمن موجه حاره بلشت تاثر على المنطقه بشكل فعلي من امبارح، أدت إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة. اليوم في ارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة. الحرارات اليوم رح تكون أعلى من المعدل من 5 إلى 8 درجات مئوية. هيدي الموجة الحارة يمكن توصيفها من متوسطة إلى شديدة خلال أيام الذروة. أيام ذروة هيدي الموجة رح تكون نهار الأحد والاثنين، بكرة وبعد بكرة. هي نتيجة عبارة عن تعمق المرتفع الجوي الشبه المداري بطبقات الجو العليا المترافق مع المنخفض الموسمي الجنبي السطحي، المترافق بكتلة هوائية شبه مدارية أدت إلى هذا الارتفاع بدرجات الحرارة. بشكل عام الأجواء عم تكون أجواء شديدة الحرارة وصحوة مع ظهور بعض السحب المتفرقة بالمنطقة الساحلية. الأجواء السليمية المغبرة بتضل بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. تستمر معنا الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة تقريبا حتى يوم الأربعاء. ذروتها مثل ما ذكرت يوم الأحد والاثنين تكون الأجواء بشكل عام بمختلف المناطق والمدن على امتداد الجغرافيا السورية أجواء شديدة الحرارة، مع حرارات رح تكون خلال أيام الذروة أعلى من المعدل من 6 إلى 9 درجات مئوية، مع نسبة رطوبة مرتفعة خاصة في المناطق الساحلية والغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، واحتمال لتشكل الضباب هيدي الليلة بمنطقة القلمون وبأجزاء من المنطقة الوسطى. بشكل عام عم تكون الرياح لليوم لنهار السبت شرقية لجنوبية شرقية بالمناطق الشرقية والوسطى والجنوب الشرقي، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق. هلا وجود الرطوبة مع عنصر الرياح خلال ساعات الليل عم يخلي الأجواء تكون معتدلة أكثر، بينما خلال ساعات النهار عم تكون الأجواء سيئة جدا نوعا ما بالنسبة للرطوبة العالية اللي بتكون موجودة بكميات كبيرة تحديدا بالمناطق الغربية والساحل وللأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. تستمر معنا الأجواء مثل ما ذكرت حتى يوم الثلاثاء، بدءا من يوم الأربعاء بإذن الله تعالى رح تتعدل الأجواء شوي وتبلش الحرارة تميل للانخفاض بشكل طفيف، وتبدأ الموجة الحارة بالانحسار عن المنطقة بشكل تدريجي. تظل الحرارات أعلى من المعدل نهار الأربعاء من 5 إلى 7 درجات مئوية. نلاحظ الفرق بالحرارات بإذن الله تعالى نهار الخميس نهاية هذا الأسبوع،
تتحول الأجواء إلى ما أجواء من شديدة الحرارة وحارة إلى أجواء حارة إلى حارة نسبية نوعا ما، وبتضل نسبة الرطوبة مرتفعة بالمناطق الساحلية والغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، بينما تبقى الأجواء السليمية المقبرة هي شديدة الموسم بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. هلا بشكل عام دائما خلال موجات الحر نحن بنوجه حزمة من النصائح والتحذيرات للإخوة المواطنين، أهمها الانتباه قدر الإمكان وأخذ أساليب الحيطة والحذر لعدم إشعال النيران في الغابات والمناطق الحراجية الأراضي الزراعية بسبب سهولة انتشار النيران، خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الذروة. مختلف الفئات العمرية، ولكن دائما نحن نأكد على كبار السن والأطفال، هذول أكثر فئتين عمريتين بتأثروا بهذا الموضوع، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال بالأماكن المغلقة معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس. نحذر من الأجواء السليمية المغبرة التي تؤثر على مدى الرؤية الأفقية بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية. الناس اللي عندهم مشاكل صحية بالجهاز التنفسي ياخذوا أساليب الحيطة والحذر من هذا الموضوع، ومن ارتفاع نسبة الرطوبة الشرقية خاصة بالمناطق الساحلية والغربية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. درجات الحرارة المتوقعة بالعاصمة دمشق لليوم 41-27، القنيطرة 37-25، القلمون المرتفعات الجبلية 36-23، درعا 40-23، السويداء 38-23، المنطقة الوسطى 35-25، حماة 43-25، بالجزيرة محافظة الحسكة 46-28، أجواء سليمية مغبرة، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 34-27، بالشمال حلب وإدلب 42-27، دير الزور المنطقة الشرقية 48-29، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 45-26. إن شاء الله بتمرق هيدي الموجة بخير وسلام، بتمنى أمان وسلامة بإذن الله تعالى. برجع أتذكر إنه ذروتها بتكون نهار الأحد والإثنين مع حرارات أعلى من المعدل للستة لتسعة درجات مئوية، وبتتحسن الأجواء بإذن الله نهاية الأسبوع من يوم الأربعاء. نعم أستاذ حسان الجردي المتنبي الجوي، شكرا لحضرتك لكل المعلومات اللي ذكرتها، ودائما نحن نحرص نهار السبت ناخذ من حضرتك بعض المعلومات كرمال المحاذير، وإن شاء الله هيك بردا وسلاما على سوريا الحبيبة. أما هلأ رح ننتقل لمساحة جديدة بصباحنا لليوم، وحنروح لنحكي عن موضوع جدا مهم ومطلوب حاليا بعصر السرعة وبعصر التكنولوجيا، تعلم اللغات قديش مهم اليوم بحياتنا، قديش هم بيعملنا، واليوم سوق العمل دائما عم يطلب بأي سي في إلى جانب الخبرة اللغات. فرح نحكي اليوم عن هذا الموضوع، ده هو مهم قدامهم أيضا بالانفتاح والتعرف على ثقافات أخرى، وبيساعد على اتساع المدارك عند الإنسان. أكيد يا رجاء، كتير مهم نحن اليوم نحكي بأكثر من لغة لجانب لغتنا الأم، لأن هذا الشيء بيعتبر مهارة كتير مهمة لكل الفئات العمرية، ولا سيما الأطفال يلي هنن محور حديثنا واهتمامنا لليوم بتعليمهم لغات مختلفة، يعني من عمر صغير لحتى يتقنوا لغة معينة ويستفيدوا منها بالمستقبل، إن كان بدراستهم بحياتهم الاجتماعية وأيضا لما يدخلوا بسوق العمل. فأكيد للأهالي للمؤسسات التعليمية المدرسين دور كتير كبير بتعليم هدول الأطفال اللغات بشتى الطرق والوسائل اللي رح نتعرف عليها اليوم سوا مع ضيفتنا اللي صارت ضمن الاستوديو، الدكتورة منيرة خضر، أستاذة بجامعة دمشق كلية الآداب. يسعد صباحك دكتورة. صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا بحضرتك. واليوم الموضوع اللي عم نحكي عنه صار يعني مطروح جدا ومطلوب أيضا، خلينا بداية من خلال حضرتك وتجربتك نحكي عن أهمية تعلم اللغات. أول شيء صباح الخير لكم، وصباح الخير لكل المتابعين ولكل المهتمين باللغات الأجنبية بشكل عام، وكل الدارسين اللغات الأجنبية بشكل خاص. طبعا اللغة بشكل عام هي وسيلة للتواصل، وسيلة لتبادل المعلومات، هي عبارة عن جواز سفر يمتلكه الشخص للوصول إلى الحضارات الأخرى، وهناك آفاق كثيرة يمكن أن تفتحها اللغة. طبعا الحديث يطول، لا يمكن ان نختصره في هذه العجاله، ولكن يمكن ان نقول ان اللغه هي وسيله للتواصل بين كل افراد المجتمع، ولكن اذا كانت اللغه اجنبيه فتختلف، غير اذا كانت لغه مثلا لغه كلنا نتحدث نفس اللغه فالتواصل سهل. هناك رساله قد تصل عندما اتحدث بالعربيه وكل من يجلس معي يفهمها، لكن اذا كنت اتحدث بلغه لا يفهمها البعض فرسالتي لم تصل
لم يكن المتلقي يستوعب ويعرف ما هي هذه اللغة. تمام دكتورة. اليوم كثير من الأهالي بيقولوا لك أنه أنا رح ألم طفلي من الصغار على لغات مختلفة، هذا الشيء ممكن يكبر معه فعلا يتقن هي اللغة لما يكبر بالمستقبل، لكن بنفس الوقت بعض الأشخاص بيقولوا لك أنه لا أنا ممكن على كبر أعلمه أكثر، لأنه في حال بلشت معه من الصغار رح يصير يمكن عنده خربطة بين لغته واللغة الأم، هون يمكن يصير في عندنا مشكلة. اليوم حضرتك دكتورة بأي عمر بتنصحي أنه نحن نعلم أطفالنا لغات أجنبية؟ في الحقيقة الطفل أذكى مما نتوقع، وعندما نقول يجب ألا نعلم الطفل أكثر من لغة فهذا أمر خاطئ. يجب أن نبدأ بتعليم الطفل اللغة عندما يكون لديه استعداد، فيمكن أن يكون في المرحلة مثلا التي تسبق الروضة مثلا في عمر 3 سنوات أو 4 سنوات. فالطفل ذكي جدا، وأذكر لك بعض الأمثلة. مثلا عندما يكون الطفل لديه أب أو أم من يعني يتكلم لغة أخرى، فهو يقوم بدور المترجم ما بين الأب والأم، فهو يتقن لغة الأب ويتقن لغة الأم ويترجم لهما هذه اللغة. وعندما يسافر مثلا وتكون اللغة في البلد الأجنبي مغايرة للغة الأب والأم، فهنا الطفل يصبح ثلاثي اللغة وأيضا يتقنها أكثر من والديه، لأنه في مثلا مع أقرانه يتحدث اللغة يتبادلها. إذن يجب أن تكون اللغة ممارسة ومطبقة ولا تبقى فقط حبيسة في الدماغ فقط أو بين من الكتب أو إلى آخره. فالطفل يجب عليه أن يتعلم اللغة عندما تتوافر الإمكانيات اللازمة لذلك من مدرسة أو وسائل تعليمية إلى آخره. ودائما نحن بنقول دكتورة أنه الطفل يعني سفنجة اليوم بيمتص كل المعلومات، إن كان معلومات إن كان قيم وكان حتى لغات. يعني حتى يعني إذا دخلنا كورس وبتقارني بين حدا كبير بالعمر وحدا طفل بتلاقي مستوى الطفل أفضل. يعني خلينا نحكي اليوم عن المهارات عند الأطفال اليوم، شو ممكن تزيدهم مهارات تعلم اللغة؟ طبعا حضرتك يعني لا يخفى عليك كيف أصبحنا في زمن العولمة، كيف أصبح هذا الكون عبارة عن قرية كونية صغيرة. أنا في سوريا مثلا، لدي طفل في سوريا يمكن أن يطلع عن كل ما يجري في هذا العالم من خلال الجهاز اللوحي صغير أو ما ينطق عليه الأجهزة الذكية، فيتعلم اللمس قبل أن يتعلم النطق. فعندما يسمع اللغة فهو قادر أن يكرر هذه اللغة قبل أن يفهم ما معناها، وبعد أن يكبر قليلا وتنمى لديه الإدراكات الحسية والمعنوية وكل ذلك يبدأ بتصور ماذا تعني مثلا وردة يربطها بهذا المعنى، مثلا بيت يربطها بمعناها اللغوي. لذلك تساعد هذه الحضارة أو التكنولوجيا الطفل على التعلم أكثر. فمثلا يشاهد فيديو فيه قصة للأطفال، يشاهد أغنية للأطفال، فهو يحفظها سريعا. فالإمكانيات المتاحة كبيرة جدا أمام كل المتعلمين وخاصة الأطفال في هذا الزمن التي يعني عنوانها العريض، التكنولوجيا وكل أشكالها المختلفة. صحيح، وأحيانا نشوف من أطفالنا يعني بيحفظوا أغاني ما بيعرفوا شو معناها، يعني بيطبقوها وتكون الأحرف معنا يعني صحيحة، ولكن خلينا نقول ترجمة ما في يعني. هي بداية جميلة يعني. أكيد. طيب دكتورة اليوم لنفترض أنه هذا الطفل تعلم لغة معينة، كيف أنا اليوم بدي أعرف تقييم مستوى هي اللغة عنده كيف تطورت؟ هل من خلال الامتحان التقليدي أم لا في مقاييس ثانية أنا من خلالها بقدر أكتشف أنه الطفل تعلم أم لا؟ طبعا الطفل لما قلت امتحان تقليدي فممكن الطفل ما بيعرف يكتب لسه، فمن خلال الممارسة، من خلال اللفظ، يعني من خلال ادخل حديث مع الطفل مثلا، يعني عبارات محددة معينة، أسأله عن عمره مثلا، ماذا يحب، ما اسم هذا الشيء، ما هي مثلا ما اسم الحيوان الذي رآه في هذه القصة، ما الذي أعجبه مثلا، بهذه الطريقة. أما إذا كبر الطفل قليلا وأصبح قادرا على أن يكتب مثلا كذا، يمكن أنا أن أجري له امتحانا تقليديا عاديا كي أمتحن وأسبر خبراته اللغوية، ومن خلال أيضا التبادل مع الأقران كما أسلفت سابقا، أنا أضعه في مكان كله يتحدث مثلا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غير ذلك، وبهذا أعرف هل الطفل فعلا قادر على التجاوب مع اللغة، هل هو يفهم ما معنى هذه اللغة أم أنه يحفظ فقط حفظا يعني لا يمكن أن يستوعبه ولا يمكن أن يربط المسميات بالأشكال وغيرها. طيب خلينا نروح لموضوع الصعوبات وأيضا مستوى الطفل الذهني يعني بتعلم اللغة. وقديه اليوم نحن مفروض ننتبه إذا كان الطفل عنده مشكلة صعوبات تعلم، يعني بعيدا عن موضوع اللغة، يعني المقارنة بين طفل وطفل، شو هي أهم الصعوبات اللي ممكن تصادف أي حدا حابب يعلم طفله اللغة؟
أول شيء الصعوبات، يعني صعوبات مادية مثلاً أن يكون الطفل في مكان عفواً لا تتواجد مثلاً في وسائل للتعليم مثلاً، فقط لا يوجد، يعني لا يوجد وسائل، مثل لا يوجد موبايل، لا موصول إلى إنترنت مثلاً، لا توجد قصص باللغات الأجنبية، لا يوجد تواصل. فمثلاً طفل بمفرده في المنزل وليس لديه أي مقومة من مقومات تعلم اللغة، فكيف يمكنه أن يتبادل هذه اللغة مع الآخرين؟ هذه إحدى الصعوبات. أو مثلاً أن يكون، يعني أن نربط أو أن تكون اللغة بشكل عام، يعني هذه ليست فقط للأطفال، هذه النصيحة التي يمكن أن نوجهها، يجب أن نأخذ اللغة متعة، كمتعة، تعلم اللغة متعة وليس إجباري. أو مثلاً عندك امتحان لغة، يعني بحس إنه اللغة أنا خايف منها، فهذا الحاجز يجب أن يكسر، هذا الجليد يجب أن يكسر، ويجب أن أتوجه إلى الأطفال وإلى غيرهم من محبي اللغات الأجنبية أن اللغة متعة. أنا أتعلم لغة فأنا أسافر إلى دولة أخرى وأنا موجودة في بلدي، أنا أشاهد ما يجري في هذا الكون حولي وأنا في بلدي. فهذه إحدى الصعوبات التي يمكن أن يواجهها متعلمي اللغة. صحيح، يمكن لما نحكي عن موضوع علمي ربما تكون السلبيات قليلة نوعا ما. طيب خلينا نوضح اليوم شو سلبيات وإيجابيات تعلم اللغات. هلا سلبيات اللغة، أول شيء نحكي عن السلبيات، أو أن ننسى لغتنا الأم مثلا، وهذا ما يمكن أن نراه مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي، لقد تحولت اللغة العربية إلى اختصارات مثلاً، وأيضا إلى سمايلات أو إيموجي نسميها، أو نكتب مثلا بلغة بحروف لاتينية، فهنا تضيع اللغة، وهنا يعني هذا يؤذي العين ويؤذي كل شيء. ممكن أن ننسى اللغة، فمثلا في حديثي ممكن أنا يعني أذكر كلمة عربية وكلمة فرنسية وكلمة إنجليزي، فهنا تختلط لدي المعايير، يعني هون أنا عم شوه اللغة. يعني المتحدث يجب إما أن يتحدث باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو الفرنسية صافية بدون خلط. أما من إيجابيات اللغة وهي كثيرة، الكثير الكثير، أنا أتعلم لغة إذن أنا اكتسبت ثقافة أخرى، أنا اكتسبت خبرات أخرى، أنا فتحت أمامي آفاق كثيرة، أستطيع أن أتحدث مع أي إنسان في هذا العالم يتقن اللغة التي أتحدثها، اللغة الأجنبية، وأستطيع أن أتعرف على حضارات وعادات شعوب أخرى غريبة عن مجتمعنا مثلاً. فإيجابياتها كثيرة لتعلم اللغة، أما سلبياتها فليست بمستوى الإيجابيات، قليلة جدا. يعني يمكن سلبيات اليوم بدها مراقبة، وخاصة وقت اللي بنكون عم نحكي عن أطفال، وقت اليوم هم بسوق العمل اليوم هي من أهم المعلومات بالسي في، يعني اللغات. يعني ذكرتي نقطة حضرتك أنه نحن عنا حاجز جليدي مع اللغات، فإذا رجعنا هيك شوي رغم كل الانفتاح والتكنولوجيا اللي حضرتك شبهتيها بالقرية الصغيرة، ولكن دائما بتلاقي الطلاب بيكرهوا اللغات. يعني اليوم نرجع هون للمنشأ، اليوم أنه أنت مع أنه يدخل بالمنهاج بالصفوف الأولى مثل ما نعم نشوف هلأ، يعني ممكن هذا الخوف بسبب تأخر بدخول اللغات الأجنبية على المنهاج؟ بتعرفي حضرتك، يعني من علمني حرفا كنت له عبدا. فكيف إذا كان هذا المعلم من يعني يجذب الطلاب؟ ولكن الأمر صعب جدا لما بيكون المعلم هو من ينفر الطلاب من تعليم اللغة. فأنا أحب اللغة لأني أحب معلمي، فالأسلوب والطريقة هما السبب الرئيسي لاستقطاب الطالب لكي يتعلم اللغة. فلما يعني ممكن نتذكر نحن أنه معلمة المادة الفلانية كنت كثير بحبها، فأنا مبدعة أسماء الآن ذاكرة عنا، يعني أكيد فأنا مبدعة في هذا المجال، وعلى يعني وانا بهذا هي المناسبه كمان انا دخلت يعني هذا الفرع لاني احببت معلمتي، فهي السبب ولها الفضل، واوجه لها تحيه عبر شاشتكم الكريمه. ولكن مثلا عندما كما ذكرت ان اللغه هي عباره عن شيء اجباري، يجب ان تتقن اللغه، يجب ان تاخذ بها علامه ممتازه، فهنا الطالب ينفر والمتعلم ينفر. اما اذا اخذت اللغه هي عباره عن متعه، ساتعلمها وساسافر ومثلا ساترجم، ساصبح انسانا ثنائي اللغه، ثلاثي اللغه، فهذا امر جدا يدفع الانسان ويحفزه كي يتعلم اللغه. تمام دكتوره، ذكرتي نقطه كثير مهمه عن الاسلوب وقديش اليوم فعلا هو ممكن ياثر على الطفل أو الطالب لحتى يتلقى أي لغة جديدة. طيب اليوم إحنا شايفين أكيد عنا كثير من الأشخاص يلي اليوم بيدرسوا لغات أجنبية، بتلاقي الشخص بيحتار أنه أنا وين ممكن سجل، هون واحد كيف بده يختار الشخص المناسب لحتى يعلمه اللغة بشكل صحيح؟ يعني أصدق وين ممكن سجل يتعلم لغة؟
هلا يعني طبعا العروض كثيره في السوق، نشوف وجود دورات كثيره ومدرسين كثير، ممكن يكون اونلاين مثلا. فالانسان العاقل هو يعرف اين يعني اين ساسجل. ما هناك ما يعني معاهد اكاديميات، لا يمكن ان نذكر مثلا هذا المعهد هو جدير بتعليم اللغه. لا حضرتك استاذه لغه عربيه؟ انا استاذه لغه فرنسيه. حلو. فلذلك انا لا اوجه يعني طلابنا بيسالوا انه ممكن اعمل دورات. لا هلا ممكن كل انسان يعتمد على نفسه، وانا يعني كالنت يعني ليش سالتك على الاستاذه بشو؟ لانه حضرتك عم تحكي بلغه كمان فصحى، رغم انه عم تضوي على اهميه اللغات الاجنبيه. حافظتي على اللغه الام اليوم. انا كاتبه على فكره لقصص الاطفال باللغه العربيه الفصحى، واعتز بعربيتي، ومهما اتقنت هلا انا ممكن اتقن اللغه الفرنسيه كونها مهنتي، وتعلمت اللغه الروسيه وتعلمت اللغه الانجليزيه، لكن لا يعني لا بديل عن اللغة العربية. والشيء الذي يسقل تعليم اللغة الأم هو تعلم لغات أجنبية. يعني كيف أنا أعطي قيمة للغتي العربية من خلال تعلم لغة أخرى كي أقارنها مع لغتي العربية؟ وهنا يصبح لدي كفة راجحة، ولكن تبقى كفة اللغة العربية هي الراجحة في كل شيء، لأنها لغة الأم، ولا أستطيع أن أعبر فيها أكثر من أن أعبر بأي لغة أجنبية أخرى. قبل ما نودك دكتورة منيرة، كيف علاقتك بطلابك؟ والله هذا السؤال تسألينه طلابي. أنا بحب طلابي جدا، وأحب أي إنسان يتعلم لغة، وأحب الإنسان الطموح، وأحب كل إنسان يحب بلده ولغته بشكل عام. بدي لك يعطيكي ألف عافية، وتحية لكل المدرسين والمدرسات، يعطيكم ألف عافية، عم شغلوا ضمن ظروف كتير صعبة يعني. يعطيكم ألف عافية. شكرا لك الدكتورة منيرة خضر، أستاذة في جامعة دمشق كلية الآداب. أهلا وسهلا. شكرا لحضرتك. شكرا لك دكتورة، نورتي صباحنا. شكرا لك. أما رشا، نحن مكملين بمشوارنا الصباحي، ورح نروح مباشرة لتاني تقاريرنا لليوم مع الحملة الوطنية لفحص ضغط الدم التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع مديريات الصحة في المحافظات، تستمر في درعا، حيث لاقت إقبالا كبيرا من قبل الأهالي على المراكز الصحية لمراقبة حالة ضغط الدم وإجراء الفحص المجاني ضمن الحملة المراقبة لحالة الصحية العامة. أكيد منتابع تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. الحملة الوطنية لفحص ضغط الدم التي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع مديريات الصحة في المحافظات تستمر في درعا، حيث لاقت إقبالا كبيرا من قبل الأهالي على المراكز الصحية لمراقبة حالة ضغط الدم وإجراء الفحص المجاني ضمن الحملة لمراقبة الحالة الصحية العامة مترافقة مع هذه الحملة. يعني هي حملة قياس ضغط الدم تشمل يعني تبدأ بشهر كامل من أول الشهر إلى نهايته. يعني هو الهدف يعني التوعية بين الناس وقياس الضغط الدم لكل العالم اللي عندهم ضغط واللي ما عندهم ضغط، بحيث أنه إذا في مشاكل إحنا نكتشفها بشكل مبكر بإذن الله. في إقبال شديد على كل المراكز. طبعا إحنا عندنا 97 مركز وكل المراكز في عليها إقبال والناس يعني رغبت بالفكرة هاي، فكرة أنه يقيس الضغط ويشوف ضغطه. نعم والله في إقبال، وهي الحملة بلشت من 1 آب ل 31 آب، هي بشكل إحصاء عدد مرضى الضغط وكشف حالات جديدة، وهي بتستهدف الحملة يعني جميع الأعمار وخاصة كبار السن. تأتي هذه الحملة إلى جانب حملات التوعية التي أطلقتها وزارة الصحة للمصابين بأمراض مزمنة، تستوجب المراقبة الدورية وضرورة الفحص للحفاظ على صحة الجسم. يعني لازم الواحد دائما يراقب ضغطه، مرتفع بعرف شلون ارتفاع الضغط، بعرف شلون الواحد ضغطه بيكون نازل. يعني الواحد لازم عطول هاي الحملات موجودة. بالنسبة لضغط الدم، الإنسان لازم عطول إنه يراقب ضغط الدم بشكل يومي، يعني بعد العمر 30-35 سنة لازم، لأنه الواحد بصير عنده مشاكل إنه يتعرض إنه يصير معه ارتفاع ضغط الدم، لازم يعطول يراقب ضغطه عند دكتور الأوعية الدموية، وإذا كان معه الإنسان دوالي، إذا كان معه أمراض بالقلب انه عطول اللي يتابع. والله احنا استفدنا انه راقبنا ضغطنا، انا كان ينزل ضغطي ما كنت اعرف، يعني تفاجأت هون اجيت 4 مرات تقريبا راقبت ضغطي، كان ينزل هو والسكر وانا ما بعرف. يعني هي
هلا بدي اروح اراجع دكتور مشان ينظم لي الضغط. الحملة الوطنية لفحص ضغط الدم تتواصل حتى نهاية آب الجاري، وتستهدف المواطنين من عمر 18 فما فوق، وتهدف لتعزيز التوعية تجاه نمط حياة صحي يحافظ على حياة الأفراد. مرح المقداد، الإخبارية السورية، درعا. وضمن فقرة جديدة بصباحنا لليوم حنروح للمساحة القانونية، وحنحكي أكيد عن موضوع بهم كل الناس، ودائما نحن بنقول أنه القانون وضع لحماية المواطن ولا ضمان حقه، فكيف إذا كانت القصة متعلقة بالبيع والشراء؟ أكيد، وخلينا نقول أنه قبل بيع أو شراء أو تملك أو استئجار أي عقار لازم يكون عند الشخص معرفة قانونية صحيحة ووعي أكثر عن الموضوع، لأنه الأمر مو بالسهل أبداً، ممكن تفاصيل كتير صغيرة ومهمة توقعنا بمشاكل أكيد نحن بغنى عنها، سمعنا كتير حالات تصبوا احتيال بهذا الموضوع، لهيك لازم يكون في وعي أكثر بالموضوع. رح نحكي أكثر استفسارات عن الطرق القانونية لبيع وتملك العقارات بالقانون السوري مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، المحامية رنا ديب. يسعد صباحك أستاذة. صباح الخير هايدي. صباح الخير أستاذة. صباح الخير. كيفك؟ كيف الشوبات؟ شوب اليوم انتم بعتلي قضائيه هيك. نعم. في بريك يعني. ايه لا نوعاً ما استغلينا هاي العطله تكوني معنا اليوم بحضرتك. بشرفني هذا الشيء وبيسعدني اكيد يا رشا. اهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي اليوم عن موضوع للاسف سمعنا حالات كثير، حالات نصب صارت بهي القصص، وفي ناس وقعت يعني خسرت ماديا. خلينا نشرح اكثر اليوم شو هي الضمانات الافضل بعمليات البيع والشراء. هلا نحن دائما لحتى باي شيء بنعمله بالحياه بصراحه، كمعاملات، كبيع، كشراء، سواء عقار، هلا انا بدي احكي اليوم عن العقارات اكيد، بس بالفكره العامه انه انا اي معامله بدي اعملها، معامله رسميه، فيها بيع، فيها شراء، فيها دفع مصاري يا جماعه خلوا الشغل قانوني. لا تسمعوا من الناس اللي هن يعني بيكون في اعراف احيانا بالمجتمع، عرف والله انا لما بدي اروح اشتري بيت بروح عند المكتب العقاري، في عقود بيع عم تكون جاهزه مطبوعه، بوقع انا وبحمل حالي وبمشي، ما كثير بس اي والله بكون ما بدها القصه محامي. هذا الشيء اللي بنسمعه نحن انه بدنا نوفر، بس بجوز نحن نوقع باشكاليات نخسر اكثر بكثير من الشيء اللي نحن كنا مفكرين حالنا بدنا نوفره. وراح اكون يعني هيك شويه عمليه ومنطقيه، ما بدك تستشير محامي على عيني. اليوم اي حدا بده يعرف شيء صار بيقدر يعرفه فيك، انت تفتح على وسائل التواصل الاجتماعي، على مواقع مضمونه طبعا، على صفحات معروفه يعني انه مثلا لمحامي او لاستشارات. بصراحه صار بمتناول الايد، يعني نحن دائما بنقول ايه ما بدي وكل محامي مشان ما، عم اقول لك انا افتح وخذ المعلومات القانونيه، مرجعيه من كتب قانونيه، من محامي عن طريق النت، من معلومات موثوقه عن طريق النت، عرف شو بدك تساوي قبل ما تساوي، ولا تهرب من قانون لحتى توفر شيء، لانه بعدين رح تدفعه بالمقابل اكثر بكثير. هي اول شغله بدي اقولها. فنحن اليوم بدنا نحكي عن العقارات، عن مثل ما تفضلتوا بالمقدمه، عن بيع وشراء العقارات اللي هي فعلا امر خطير، لانه عم تصير كثير اشكاليات. السؤال انه انا لما بدي اروح اشتري عقار شو لازم اعمل قانونا، شو لازم اعمل حتى احمي حالي، لحتى اكون انا بامان ومضمون حقوقي. اول شغله بتعملها بتاخذ رقم العقار اللي بدك تشتريه، رقم العقار، وتتأكد انه العقار بدك تشتريه فعلا هذا رقمه، لحتى لما تنزل على، نحن عادة شو بيصير؟ بيروحوا على المكتب العقاري بيدفعوا العربون، نحن بالقانون له عربون، هو رعبون متعارف عليه هذا الاسم، في عقد بيع بيكون فيه البائع والشاري مبدئي يعني بيناتهم، هو المفروض عقد بيع قطعي، بائع وشاري بيوقعوا بيتفقوا على مثلا امتى الفراغ، بيتفقوا على قصص معينه، على دفع المصاري ومعامله الفراغ وما الى ذلك، وقعوا العقد بعدين بيروح بيفرغوه يعني بمديريه مصالح العقاريه. هذا اللي هيك متع. اول شغله رقم العقار، رقم العقار انه فعلا هذا هو رقمه، تاخذ رقم العقار تنزل على مديريه المصالح العقاريه قبل ما تعمل عقد بيع. بتستخرج شيء اسمه اخراج قيد عقاري. شو يعني اخراج قيد عقاري؟ اخراج قيد عقاري مثل بدي شبهها بهويه للعقار، اخراج القيد العقاري الحديث بنفس اليوم اللي انت بدك تفرغ فيه او بدك تشتري او بدك توقع العقد. ليش؟ لانه اخراج القيد العقاري ممكن يتغير اشياء ضمنه فيما بعد، ممكن يحط اشارات، ممكن يصير في اشكاليات على العقار، هلا بنحكي فيها بالتفصيل. تستخرج اخراج قيد عقاري، تتاكد انه هذا البائع وهذا يعني من هويه البائعين،
من أسمائهم، لأنه أحياناً البائع عم يكون عم يبيع شيء لا يملكه أصلاً. بدك تتأكد إنه العقار صاحب الرقم الكذا هو صاحب باسم فلان اللي هو فعلاً بده يبيعه. بعد ما تستخرج إخراج قيد عقاري بتقدر بقى تعمل العقد وتتفق معه مع يعني كيف بصير آلية دفع المصاري. الملاحظة اللي بدي أقولها إنه خلي العربون صغير، ما يكون مبلغ كبير، بلكي صار إشكالية بعدين، بلكي صار فيه، لأنه بعدين لما ما بتتم عملية البيع هو بيخسر الشاري. صح. هذا العربون، هذا القانون هيك بيقول، فخليه مبلغ ما كتير كبير، بتكمل الباقي عن عند فراغ العقار. هذا مبدئيا كيف أنا يعني مبدئيا بدي أضمن حقي. تمام أستاذة. طيب في حال وجود إشارة على العقار كيف ممكن إحنا نتصرف؟ شو الحل هون بهي الطريقة؟ تمام. معلش انا حابب بس سلسله موضوع شراء وانتقل لموضوع الاشارات. هلا انا عملت اخراج قيد عقاري، عملت عقد بيع بيني وبين الشاري، شو الخطوات اللي بعدها؟ بعدين انا بدي اروح اعمل شيء اسمه براءه ذمه ماليه للعقار، اللي هو بيتضمن شغلتين، الشغله الاولى الحصول على موافقه امنيه، والشغله الثانيه اني ادفع ضريبه اسمها ضريبه البيوع العقاريه اللي هي اقرت بالقانون 15 بعام 2015 قانون بعام 2017 على ما اعتقد، يعني بس هي ضريبه البيوع العقاريه. فبعد ما اعمل ضريبه البيوع العقاريه انا بحصل على ذمه ماليه برفقها بصوره مصدقه لخلينا نقول القيمه الرائجه للعقار. باخذ ورقه براءه الذمه وباخذ القيمه الرائجه للعقار صوره مصدقه عنها، وبروح على مديريه المصالح العقاريه، هنيك بتتم عمليه الفراغ ونقل الملكيه. طبعا بيدفع كمان ضريبه اسمها ضريبه رسوم التسجيل العقاري، وقتها بينتقل العقار ملكية العقار للشاري وبينزل على صحيفة العقار باسم الشاري. هون أنا بكون يعني حتى أنهي أنا فكرة بكون أتميت عملية البيع. سألتيني هايدي سؤال عن الإشارات. أول شيء شو هي الإشارة؟ شو معنات إشارة؟ نحن نسمع أنه في إشارة على صحيفة العقار. خليني أقلك أي إشكالية حول العقار نحن منقول عنا إشارة. فأي شيء بيكون متعلق بالعقار، مشكلة، دعوة مرفوعة للعقار، إشارة حجز مثلا، إشارة استملاك، أنا لما بستخرج إخراج قيد عقاري بيكون هاي الإشارات موجودة. لذلك استخراج القيد العقاري موضوع كتير مهم، لأنه بيكشف لي شو المشاكل اللي على هذا العقار. طيب سؤالك هي بالنسبة للإشارات، كيف بحل موضوع الإشارات؟ تمام. الإشارات ما فيني حلها بطريقة واحدة، لأنه هي إشارات مختلفة. مو كل الإشارات اللي بشوفها هي إشارات تمنع من نقل الملكية. هلأ إذا كانت إشارة حجز على العقار فحتما أنا ما فيني أقول ملكية العقار محجوز عليه. طيب إذا كانت أحيانا تكون إشارة مثلا خليني أقولك لصالح المحافظة، أنه في عمل فني بدنا يقوم فيه العقار يصير بهذا العقار لصالح إشارة التعهد بقرولك. هاي الإشارة إشارة عادية، ممكن أنا قوم بهذا العمل الفني على العقار وبالتالي رقن الإشارة وينتهي شغلي مع المحافظة، فهي الإشارة ما بتمنع انه تنتقل ملكيه العقار. بس لما بشوف اشاره بيكون انا مهمتي الاساسيه اعرف من وين صدرت هي الاشاره. احيانا الاشاره بتكون صادره عن جهه قضائيه، عن محكمه، انه في نزاع على العقار، فبالتالي احد الاطراف حط اشاره. بدي لاحق هي القصه، بدي في شيء اسمه مرفق الاشاره، بدي لاحق اشوف مصدرها اسبابها، بالنتيجه اللي بدي وصلها انا لحتى اكون بامان رقن الاشاره، يعني انتهي منها. احيانا بيكون في اشاره نتيجه دعوه معينه موضوعه على صحيفه العقار، الدعوه مثلا خلينا نقول شطبت بتصير، فالاشاره ما بيعود الى اي اهميه ولا اي قيمه تجاه اي حدا. لذلك انا لازم لاحق هذا الموضوع، اعرف مصدر الاشارات، اعرف اسبابها وحلها رقنها وانتهي منها، وقتها بكون انا بامان. يعني ما فيني انا كل ما شفت اشاره على العقار اقول انا لا معناته هذا العقار. مو كل الاشارات، حسب نوع الاشاره، حسب مصدر الاشاره بتعامل معها، بالنتيجه انا هدفي رقن الاشارات او اذا الاشارات اصلا ما لها مهمه. يعني هي بالنسبه لسؤال الاشارات. هي بحاجه لوعي كثير مهم لحتى نقدر نحن نفرق بنوع الاشاره. ذكرتي حضرتك نزاع، احيانا الشخص بيشتري العقار بيتغافل عن موضوع البيان العقاري، فبيطلع في ورثه للعقار وفي اشاره حجز من اكثر من شخص. نحن دائما نعرف انه الاشاره المحطوطه اول شيء هي الاقوى بموضوع الاشارات. بهذا يعني وقت بيكون الوضع هيك، شو الحلول القانونيه؟ هلا انا اول شيء بدي اقول شو المشاكل، يعني هن كذا مشكله انت حكيتيهم هيك بشكل سريع، حكيتيهم رح فصلهم وبعدين رح اقول لك شو هي الحلول. بس في نقط مهمه كثير لازم نضوي عليها. المشاكل اللي بتواجهنا بالعقارات احيانا في عندنا نوع من المشاكل. هلا قلتي ذكرتي الورثه، هي ورثه يعني في شيوع، في عندنا عقار بيملكه اكثر من حدا، هون ماشي الحال مو مشكله، لانه انت بتقدري تشتري حصه الشخص اللي باعك من الورثه، او اذا الورثه كلهم متفقين فبتشتري العقار منهم كلهم.
ايه بتطلع ما بدي بيها. تمام، انت بتشتري من مالك الاسهم، يعني مثلا احد الورثه يملك لنفترض 12 سهم او 1200 سهم من العقار، فانت كشاري بدك تشتري بس حصه اللي باعك، مالك علاقه بالباقي لانه هن كل واحد له حصه. هذا موضوع. في موضوع ثاني كثير خطير رشا وكثير عم نشوفه، هن حالتين خليني اقولهم. شخص يملك عقار ولكن باعه لاكثر من حدا، وشخص لا يملك عقار وادعى ملكيته وباعه لشخص. هدول حالتين حابة كتير ميز بيناتهم. الحالة الأولى هو شخص يملك العقار فعلا، عمل عقد بيع بينه وبين الشاري، باعه أول مرة الصبح، المساء باعه لحدا تاني، صار نحن قدامنا مالك حقيقي واثنين شاريين لهذا العقار بموجب عقدين. هي إشكالية كتير كبيرة. أنا بدي أحكي قانون للأسف، يعني خليني أقول للأسف لأنه هي وجهة نظري. القانون تخيلوا أنه ما اعتبر عملية بيع الشخص اللي بيملك العقار لأكثر من شاري احتيال، ما اعتبر احتيال، لأنه تعريف الاحتيال بالقانون السوري هو أنه لما الشخص بيبيع شيء لا يملكه، وهو اعتبر طالما أنه في عقود ولكن اسم المالك ما زال في صحيفة السجل العقاري فهو ما زال مالك، فهو باع شيء يملكه، فلا تندرج هذه الجريمة تحت جريمة الاحتيال. يعني تخيلي لما شخص بيبيع لشخص أول وبيبيع لشخص ثاني بموجب عقود، هو غير لا يعتبر جريمة احتيال، بيعتبر نزاع مدني، والمحاكم المختصة هي المحاكم المدنية. مع أنه أنا من وجهة نظري المفروض يعتبر هو جريمة احتيال، لأنه البائع بمجرد ما كتب عقد البيع فهو يعلم تماما أن ملكية هذا العقار انتقلت منه للشاري حتى لو ما فرغ بالسجل العقاري، وبالتالي لما باعه المرة الثانية فهو احتال، هو باع شيء لا يملكه، لذلك لازم تندرج تحت جريمة الاحتيال. ولكن في وجهة نظر للقانون أكيد هو يعني ما بعرف على أنه اعتبار استند، ولكن بيعتبر أنه هو مو جريمة احتيال، هو نزاع مدني. طيب نزاع مدني شو معنات نزاع مدني؟ خلص راح حقه للزلم اللي اشترى، يعني اللي اشترى أول مرة ونباع لتاني واحد، بجوز تاني واحد راح حط إشارة على صحيفة العقار فصار هو الأحق بملكية العقار لأنه الأسبق بالإشارة، رغم أنه الشاري الأول هو اللي اشترى قبله. شو حلتها هي القصة؟ هلا أول شيء بس بدي أقول حلتها بالمحاكم لما بتصير، وشو الوقاية منها؟ لما بتصير بالمحكمة نحن قدام نزاع مدني بيقول لك إنه المفروض يترجع الحال لما كان عليه قبل، كيف يعني؟ يعني لازم البائع يرجع له الثمن، بس هي إجراءات محاكم، يعني بدك أنت نزاع يأخذ وقت ويأخذ جهد لحتى يرجع له الثمن ويأخذ تعويض عن الضرر اللي صابه نتيجة هي العملية اللي بس صارت. بس بهذا الوقت يعني يوم عن يوم عم تفرق تمام. ماديا القصة يعني. تمام، لذلك هي بالنسبة للحل، هذا الحل القانوني لأنه هو ما اعتبره احتيال بصراحة. إرجاع الثمن والتعويض بتحمل الإجراءات وطولة المدة. هون أنا بحمل الشاري مسؤولية كتير كبيرة، لأنه هو كان المفروض يسأل أكثر ويعرف أكثر أنه هذا العقار فعلا في حدا شاري قبل هذا البائع الحقيقي، يعني هذا يستخرج إخراج قيد عقاري ما يطول بمعاملة الفراغ. يعني مثلا لو هو مثال بسيط، يمكن يوم الجمعة أعمل العقد الجمعة بيقول لك طب كيف بدي أروح أفرغه؟ اليوم عطلة رسمية، عملت العقد بيني وبين البائع عند وسيط عقاري بس أنا ما بقدر أفرغه بنفس اليوم، ما بقدر أروح أعمل أصلا المعاملة ولا بقدر أحط إشارة. طب لا تعمله يوم جمعة. يعني هي توعية للناس، حاول، لأنه اليوم نحن عن جد عم نتعرض كثير لإشكاليات. هلأ الحالة الثانية اللي كنت أحكي عنها هو لما الشخص بيعرف حاله لا يملك هذا العقار وبيروح ببيعه لشخص، هون جريمة احتيال بتشملها المادة 641 من قانون العقوبات. ليه؟ لأنه الشخص لا يملك العقار وباعه، فهون جريمة احتيال هي جريمة جزائية عقوبتها كتير كبيرة، حبس وغرامات وما إلى هنالك، أحسن من أنه النزاع المدني. طيب شو المطلوب من الشاري بهي الحالة؟ لا، لهيك أنا قلت بالمرحلة الأولى لما بده يطلع إخراج قيد يتأكد من هوية البائع أنه فعلا هذا الشخص يملك العقار لحتى ما يوقع بإشكالية. طيب إنه شخص يتأكد هون من إخراج القيد العقاري، ما بيكون بإخراج القيد العقاري مذكور اسم المالك، مفصل هويته للمالك، كل شيء بيتعلق. نحن قلنا إخراج القيد هو بمثابة هوية للعقار، بيان عائلي بتحسي يعني تماما تماما، يعني بتحمي نفسك. طيب من هون ذكرتي شو قضائيا، يعني شو اليوم العقوبات اللي ممكن الشخص المحتال اللي بايع شيء مو لاقي له؟ هلا الاحتيال هو عبارة عن جريمة جزائية حبس عدة سنوات، طبعا حسب يعني تفاصيل الدعوة وتفاصيل الجريمة، ولكن جرم جنائي. لما بتقولي جرم جنائي يعني هو مو جنحة، هو مو مخالفة، هو عقوبة جنائية فوق الثلاث سنوات حبس حتما قولا واحدا، مع إضافة إلى الغرامة بالإضافة إلى التعويض. قد تكون غرامات ضئيلة يعني هلأ التعديلات الأخيرة بالقانون، ولكن أنه في غرامة مادية خاصة للجرائم الجزائية تكون يعني نوعا ما ماشي حالة. تمام أستاذة، كيف يتم اليوم معاينة العقار المباع لضمان حقي كمشتري؟
هلا معاينه كمعاينه في بيقدر يروح يشوفه، بس انا بعتبر انه المعاينه الفعليه القانونيه للعقار هي اخراج القيد العقاري. هي اخراج القيد العقاري الحديث. يعني اليوم انت لما بدك تعيني العقار هو الورقه هي اللي بتعين العقار، لانه هي المواصفات مكتوبه وبيقدر طبعا يروح يشوفه. هي لحتى يكون يعني استنفذ كل الوسائل والطرق الممكنه لانه يضمن حقه. المعلومات اهم من هلا العقار فيكي بسهوله تعينيه على ارض الواقع، ولكن معلومات العقار المكتوبه، اسم المالك العقار، مساحه العقار، اوصاف العقار، هي كلها بتكون مسجله باخراج القيد العقاري. هي اجراءات كثير بسيطه اليوم، ممكن بعدنا عن كل هي القصص ويكون نكون نحن بالسليم مثل ما بيقولوا. يعني بنرجع بناكد على موضوع انه حضرتك مثل ما قلتي اليوم المواقع مليانه، وانتم حضرتكم كاساتذه ما لكم عم تقصروا، يعني عم نشوفكم كيف شغالين على الصفحات وعم تبثوا عن مواضيع قانونيه كثير مهمه. شكرا لحضورك اليوم، نتمنى لك عطله كثير حلوه بعيدا عن المشاكل القانونيه. شكرا شكرا يا رشا. شكرا اكيد استاذه رنا، بنشكرك ونشكر كل المعلومات والتفاصيل المهمه اللي قدمتي لنا اياها بصباحنا لليوم. نورتي صباحنا، يسعد صباحك. شكرا لكم. اما نحن وقبل ما ننهي صباحنا لليوم خلونا نروح ضمن تقريرنا لحما وندوه حواريه للتعريف بالتراث اللامادي في ثقافي حما. حنكون بتفاصيل اكثر ضمن التقرير التالي. بهدف التوثيق والتعريف بأهمية التراث المادي واللامادي وضمن برنامجها الوطني، أقامت مؤسسة أرض الشام بالتعاون مع وزارة الثقافة ندوة حوارية تحت عنوان الواقع الراهن للتراث الثوري المادي واللامادي حماء أنموذجا، وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون بحماء. لقاء اليوم طبعا هو لقاء فكري بامتياز، يتحدث عن الهوية التي يتغنى بها السوري دائما وهي ثقافته وانتمائه. الحديث عن الثقافة السورية والتراث الثوري وبخاصة اللامادي وأيضا المادي، التراث اللامادي الذي هو هوية الإنسان السوري والتراث المادي الذي هو تاريخه الذي أبدعه في هذه المنطقة. واختيار حماء أنموذجا لما تتمتع به حماء من أصالة ومن غنى في مجال الفكر الثقافي في مجال التراث. خطة مؤسسة أرض الشام ووزارة الثقافة بالتأكيد على الانتماء والهوية السورية برعاية وزيرة الثقافة لبحث تأثيرات الحرب اللي صارت على هذا التراث، هذا الواقع الثقافي، وكيفية معالجته والرؤى المستقبلية للحفاظ عليه. أدير هذه الندوة للتعريف بشكل أكبر بخصوصية محافظة حما وتراثها الغني المنتشر في كل أرجاء المحافظة. قصتي أنا كانت عن تراث ثقافي اللامادي أو غير المادي بمحافظة حما. حكينا عن أهم مجالات التراث الثقافي غير المادي اللي بتميز فيها محافظة حما، سواء من الحرف التقليدية للممارسات الاجتماعية للممارسات الدينية للأدوات التراثية، بالإضافة لفنون وأشكال العروض وممارسات التعبير الشفهي. حكينا عن الوضع الراهن اللي عم تتأثر فيه محافظة حما كجزء من سوريا بال التراث الثقافي غير المادي، من ناحية الوضع الاقتصادي، من ناحية التغير الديموغرافي، من ناحية ضعف التسويق والترويج. وشهدت الندوة التي حضرها عدد من المختصين والمهتمين نقاشات ومداخلات وأفكار للحفاظ على هذه الهوية الوطنية بما تمثله من إرث حضاري وإنساني يحفظ للأجيال القادمة حقها في الانتفاع منه وصونه. علي شحود، الإخبارية السورية، حما. أما هلأ وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، بدي أتمنى لكل مشاهدي الأخباري ولكل السوريين وين ما كنتوا موجودين داخل وخارج سوريا يكون يومكم حلو، وإن شاء الله الأيام الجاية تحمل لأن كل الخير الصحة والسلامة وجبران الخاطر. وأكيد كل الشكر للكادر الفني اللي رفقنا بالكنترول. كونوا بألف خير، باي باي. أكيد لا تنسوا تتابعونا بكرة، بيتجدد موعدنا معكم بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير.